الخارطة الاستثمارية للمحافظات تنفيذاً للرؤى الملكية لتنمية المحافظات والمتعلقة بإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات، قام فريق حكومي بتنفيذ جولات ميدانية للمحافظات والالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وأولوياتهم التنموية بإيجاد استثمارات مختلفة في مناطقهم قادرة على تشغيل أبنائهم وتحسين مستوياتهم المعيشية. التوجيهات الملكية السامية: تحقيق التنمية المستدامة، تحسين مستوى المعيشة، دعم الاقتصاد الوطني. عملت هيئة الاستثمار وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمحافظات كوسيلة لجعل المحافظات مراكز جاذبة للاستثمار، أماكن لخلق فرص العمل، عن طريق تزويد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بفرص استثمارية حسب الميزة التنافسية للمحافظات، حيث تم إجراء تحليل شامل على مستوى المحافظات يغطي الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئة الاستثمارية داخل المحافظة، تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية. حيث قامت هيئة الاستثمار منذ بداية المشروع بعقد ورشات عمل شاركت فيها كافة الجهات المحلية المختصة بالتخطيط والعملية الاستثمارية في كل محافظة لتحديد احتياجات المجتمع المحلي، بحث ودراسة الإمكانيات والمقومات الاقتصادية لكل محافظة، وتم تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من خلال دراسة عوامل السوق، درجة المنافسة المحلية، درجة المنافسة الخارجية، النمو المتوقع في السوق، عوامل التكلفة، توفر عناصر الإنتاج، اعتماد المشروع على الطاقة، الإعفاءات الضريبية والجمركية، تكاليف الاستثمار وحاجة المشروع للتمويل، الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، توظيف الأيدي العاملة، دعم الميزان التجاري، درجة الترابطات الأمامية والخلفية للمشروع، انسجام المشروع مع التوجيهات التنموية والميزة التنافسية للمحافظة. مخرجات المشروع: إعداد 120 دراسة جدوى أولية للمشاريع والفرص الاستثمارية بتكلفة استثمارية متوقعة 302 مليون دينار و 3800 فرصة عمل متوقعة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية. يأتي إطلاق الخريطة تنفيذاً للتوجيهات الملكية في ترسيخ مفهوم اللامركزية بهدف تحسين الكفاءة والتنافسية ودعم الابتكار لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، عن طريق المساعدة في إعداد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالمحافظات، تحديد أولويات المشاريع التنموية في المحافظات، تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظات، التشبيك بين المشاريع والاستثمارات في المحافظات، تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة هيئة الاستثمار لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتحسين تنافسيتها في جذب الاستثمار، عن طريق تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، تنمية الاستثمارات بصورة مستدامة، تحسين مرتبة المملكة في تقرير ممارسة الأعمال والتنافسية. ولمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.jic.gov.jp.